وده اللي هيخلينا يدفعنا للرد على بعض التساؤلات، لان البعض خرج اول لما طلع قرار الفار وقال يا فارس ايه، يا لو الفار ده موجود من زمان كان مسار بطولات كتير اتغيرت. صحيح، لان قناعه فكره بطولات حلال وبطولات مش حلال يستوجب ان احنا نفكر ماذا لو تواجد الفار. هنروح للفار اللي انت كنت شايف ان هو مفترض يكون موجود كان غير مسار بطولات. لا، احنا هنا بنقول لك في الفار روم هناخدك في جوله في 10 بطولات حققها نادي الزمالك وهي البطولات الاخيره ليه، وهنتكلم في فكره ماذا لو تواجد الفار. انت بتتكلم فيما يخصني ان لو الفار موجود كان في بطولات هتروح في مكان تاني. طيب تعال نحلل ونعتبر بفكره الفار روم ان البطولات دي لسه موجوده والفار روم هو اللي بيحكم، وبرده مش هنقول راينا احنا خالص. بالظبط، احنا ما بنستعرضش ارائنا، احنا مش حكام، احنا بنجيب اراء الحكام عشان نعرف. انا عايز بس المشاهد يركز مع الشاشه دي، العشر بطولات هنستعرض كل بطوله اخر 10 بطولات اخر 10 بطولات للزمالك، اللي هو المفروض لو الفار كان موجود كان ممكن يتوجهوا اكتر، كانوا ممكن يزيدوا يعني. فاحنا هنشوف كانوا ممكن فعلا يزيدوا ولا لا، بس خليكم حافظين الصوره دي عشان هيتغير فيها حاجات كتيره جدا. هنبدا بكاس مصر 2014، وطبعا احنا قناعاتنا وده المنطق بيقول ان اصعب او اسهل مباريات يتم فيها يكون التاثير التحكيمي فيها او الخطا التحكيمي فيها كبير هي مباريات الكؤوس، لان مفيش تعويض. انت في مباراه الدوري ممكن تتظلم ماتش 2-3 لكن تقدر تعوض، في مباراه الكاس انت اتظلمت او وقع قصادك خطا تحكيمي خلاص بره البطوله. فبالتالي في 6 مباريات دول الخطا التحكيمي بيكون اكثر تاثيرا. نروح لاول بطوله من 10 اللي لو كان في فار كان ممكن يتوجهوا بشكل مختلف، ونشوف مباراه الزمالك وسموحه في كاس مصر 2014. يعني جهاد جريشه جهاد جريشه قبل الماتش ما يخلص بدقيقتين احمد علي ضرب طارق حامد في وشه، طارق حامد وقع على الارض واحترد طارق حامد وبعدين في الدقيقه 89 دخل فينا الجون تمام اللي هو حازم امام. وعلى فكره كان عنده حق في الاعتراض، لان احمد توفيق كان لازم ياخد الانذار الثاني ويطرد امبارح. احنا هنا بعدنا عن خبير تحكيمي كمان، شفتوا مين اللي بيقول احمد توفيق كان لازم ياخد الانذار الثاني والطرد؟ يعني سموحه لعب 10 في الوقت اللي كان المفروض نادي الزمالك هو اللي يلعب 9، طرد احمد توفيق واحمد علي اللاعب اللي مشترك مع طارق حامد لما كان في سموحه، وكان الطرد سهل وقتها لما كان في سموحه. لكن البطوله دي لما كنت بتكلم مع فارس قال لي احنا مش هنحسب ان التحكيم هو اللي وجهها، ولكن هنقول ان التحكيم ساهم في توجهها، فبالتالي هتلاقوا صوره مختلفه في 2014، صوره نص حكم ونص زمالك، ودي بتعني ان التحكيم ساهم في بطوله من العشرة الاخر لنادي الزمالك، وان الزمالك كان ممكن يكون له حظوظ فيها بغض النظر عن قرار التحكيم. بالزبط. هنروح بقى لدوري 2014 2015 اللي ما كانش هيكون فيه حظوظ مهما حصل، لان 13 نقطه لها علاقة بأخطاء تحكيمية. نحن لا نتحدث عن آراء، نتحدث عن وقائع ب 13 نقطة. نشوف الفيديو ونرجع نعقب. في ايد هنا تمام، كمل بقى كمل. في ايد هنا، لا في سند عليه، في ركلة جزاء يا كابتن، سند عليه هنا كابتن مدحت. عندي احتمالين، اما ان تكون ركلة ركنية ايوه، او تكون ركلة جزاء. ركلة مرمى دي احتمالها انه ما لهاش غير احتمال واحد، انه اخر واحد لمسته الكرة هو المهاجم. نعم. طيب اخر واحد لمسته الكوره يعني هو اللي لعب الكوره، يبقى المدافع لعب برجليه. صح. يبقى ركله جزاء. ادي الايد اهي في الوش. كي. خطأ مباشر دخل منطقه الجزاء، يحتسب ركله جزاء، لان كان يجب احتساب ركله جزاء وانذار. حارس المرمى لمسه ركله جزاء. فيها زقه ولا ما فيهاش يا كابتن مدحت؟ اعتقد فيها لمسه. يبقى ركله جزاء. ركله جزاء لم تحتسب لصالح الاسيوطي. ايوه يا كابتن اتفضل. اهو ادي الرجل البيضاء، الشراب الاصفر أهو. الشراب الاصفر اللي لعب الكره، الاصفر اللي لعب يا كابتن. اذا المفترض في مخالفه على احمد سمير. انا شفنا اقرب ركله جزاء، لكن شايف ان كره حماده طلبه اللي هي في الشوط الاول اللي جت في ايده هاند بول او ضربه جزاء. احنا اول شوط عندنا ضربه جزاء، وتاني شوط ضربه جزاء واضحه جدا جدا جدا. وضع اليد ده بيمسك بايده، ده بيمد بايده، ده التلامس الطبيعي اللي في كره القدم. ايد ابراهيم حسن اهيت ملهاش بعيده عن جسم جابر كامله، ما فيهاش اي ركله جزاء. دخول وعرقله، ما ينفعش هنا بقى ايه تحفظ هنا هنا. تمام. العرقله موجوده تماما، لازم ركله جزاء، وركله جزاء سهله وواضحه، لانه عنده احساس داخلي ان هو تغاضى عن احتساب ركله جزاء ايا كان بسبب ايه. ليه؟ على مين؟ هو بظهر على احمد علي. اوكي. كان يجب احتساب الحقيقه الفاول
الفاول الاول، ولو اتحسب الفاول لصالح المدافع ما كانش هتتحسب ركله. النقاط زي ما انتم شايفين لحد 13 نقطه كلها باراء خبراء تحكيم كده. البطوله دي بقى ما فيهاش مجال، نوضح بس نقطه، ان الدوري انتهى فرق 8 نقاط بالظبط. ما انا لسه بقول لك البطوله دي ما فيهاش مجال ان احنا نقول ان كان لا لو الاخطاء التحكيميه دي ما تواجدتش، لان 13 نقطه فرق 8 نقاط، التحكيم اخطاؤه ادت الى فوز نادي الزمالك ببطوله واضحه. دي كده البطوله رقم 2 من 10 بطولات اللي احنا بنستعرضهم.